موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب رياض الصالحين وقفنا في المرة الأخيرة عند قول الإمام النووي رحمه الله تعالى، قال: باب ما يقرأ في صلاة الجنازة. قال: باب ما يقرأ في صلاة الجنازة، أي ما يقرأه الإمام والمأموم في صلاة الجنازة من يعني القرآن والأذكار والأدعية. قال الإمام النووي رحمه الله: قال: يكبر 4 تكبيرات، يتعوذ بعد الأولى، ثم يقرأ فاتحة الكتاب. قال: ثم يكبر 2، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال: والأفضل أن يتممه بقوله: كما صليت على إبراهيم، إلى قوله: حميد مجيد، يعني الصيغة الواردة في التشهد. ولا يقول ما يفعله كثير من العوام من قراءتهم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يعني لعله كان في بلادهم من يفعل ذلك. قال: فإنه لا تصح صلاته إذا اقتصر عليه، إذا اقتصر يعني على هذه الصيغة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنها لا تشتمل على صلاة منه هو، لأنه يقرأ: إن الله وملائكته يصلون على النبي، لكن هو ما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم يكبر 3، ويدعو للميت وللمسلمين بما سنذكره من الأحاديث إن شاء الله تعالى، أي التي فيها أدعية واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم يكبر 4، ويدعو، أي بعد التكبير 4 يدعو أيضا. قال: ومن أحسنه، أي من أحسن هذا الدعاء، يعني: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله. قال: والمختار أنه يطول الدعاء في 4 خلاف ما يعتاده أكثر الناس. ويقول والمختار، يعني عنده في المذهب أنه يطول، أي الإمام، الدعاء في 4 خلاف ما يعتاده أكثر الناس. يعني بعض الفقهاء كالحنابلة مثلا يذهبون إلى أن التكبيرة 4 لا دعاء بعدها، لا دعاء بعدها ولا ذكر ولا شيء. قال: لحديث ابن أبي أوفى الذي سنذكره إن شاء الله تعالى. وأما الأدعية المأثورة بعد التكبيرة 3 فمنها، وذكر رحمه الله تعالى يعني نحو 5 أو 6 أحاديث في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان يقوله صلى الله عليه وسلم في دعائه للميت في أثناء صلاة الجنازة. لكن قبل أن نبدأ في الأحاديث، نشير إلى أنه قد جاء في رواية عند النسائي وابن الجارود بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم، أو أن ابن عباس رضي الله عنه صلى على جنازة فقرأ الفاتحة وسورة، قرأ الفاتحة وسورة، بعد الفاتحة قرأ سورة في الجنازة، وجهر بها حتى أسمعهم، جهر بهذه القراءة حتى أسمعهم. قال الراوي: فلما يعني فعل ذلك سألناه: يعني لماذا جهرت ولماذا هذه الصيغة؟ قال: إنما جهرت لتعلموا أنها سنة حق، لتعلموا أنها سنة حق. إذن يجوز للإمام أن يقرأ الفاتحة في الأولى، رحمكم الله، يقرأ الفاتحة في الأولى ويضيف إليها سورة، يضيف إليها سورة أو ما تيسر من القرآن. وإن كان المشهور كما في رواية البخاري أنه يقرأ الفاتحة فقط ولا يقرأ سورة معها. قال عن أبي عبد الرحمن
عوف بن مالك رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة قال فحفظت من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. قال حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. فهذا دعاء من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث هو يعني أصح يعني ما ورد في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة. فكان يدعو مثل هذه الأدعية: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله، أي أحسن يعني نصيبه في الجنة، نزل الإنسان اللي هو مكانه ومنزله في الجنة، ووسع مدخله أي في القبر، واغسله بالماء والثلج والبرد. احتج به بعض الفقهاء على جواز الطهارة بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، الدنس يعني الوسخ والدرن. واحتج بعض الفقهاء بهذا الحديث أيضا على استحباب لبس البياض، لأن الثوب الأبيض من أحسن ما يعني كان يعني أو كان من أكثر ما كان يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم. وأبدله دارا خيرا من داره، يعني دار الدنيا هذه أبدله بدار خير منها وهي الآخرة، وأهلا خيرا من أهله، أي يعني زوجة وعيالا وزوجا خيرا من زوجه. بعض العلماء قالوا إذا كان الميت امرأة فما ينبغي أن يقول هذا الجزء، وهو وأبدلها زوجا خيرا من زوجها. لا، إن كان زوجها مسلما فلا يقال هذا، وأبدله زوجا خيرا من زوجه. لماذا؟ لأن المرأة لزوجها في الجنة المسلم، لزوجها المسلم في الجنة. طيب يقال للرجال نعم باتفاق، يقال وأبدله زوجا خيرا من زوجه، يعني إن كانت زوجته في الدنيا يعني من أهل السوء فارزقه زوجة هي خير من زوجته. طيب هي قد تكون مسلمة، نعم لا يمنع أن يجمع الرجل بين أكثر من امرأة، أما المرأة فلا. وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. قال عبد الرحمن بن عوف حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت، يعني من الدعاء الجميل الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الميت. فالحديث فيه أن الصلاة على الميت شفاعة له، وفيه استحباب الدعاء للميت مثل هذه الأدعية، وفيه إثبات عذاب القبر لقوله صلى الله عليه وسلم وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار، وفيه كذلك الحرص على حفظ العلم وأخذه من أهله وتبليغه للناس، لأن الصحابي رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائهم، فدل على حرصهم على النقل. ثم قال عن أبي هريرة وأبي قتادة وأبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه وأبوه صحابي رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على جنازة فقال اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، يعني لا تضلنا بعده. قال رواه الترمذي من رواية أبي هريرة والأشهلي.
قال ورواه أبو داود من رواية أبي هريرة وأبي قتادة، قال الحاكم حديث أبي هريرة صحيح على شرط البخاري ومسلم، وقال الترمذي قال البخاري أصح روايات هذا الحديث رواية الأشهلي، قال البخاري وأصح شيء في هذا الباب حديث عوف بن مالك، حديث عوف بن سبق يعني. فهذا الحديث فيه استحباب الدعاء للميت بمثل هذه الأدعية، وفيه كذلك استحباب الدعاء للحي وللميت في صلاة الجنازة، وفيه كذلك أيضا فضل الموت على الإيمان والحياة على الإسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، وأن توفيته منا فتوفه على الإيمان، صلى الله تعالى ذلك. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، قال رواه أبو داود. إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، أخلصوا له الدعاء أي كونوا باذلين له الدعاء بإخلاص، كونوا باذلين له الدعاء بإخلاص، ليس مجرد يعني أقوال تقال هكذا أو نحو ذلك، لا بل أخلص في الدعاء. وأيضا الإخلاص يشتمل على بذل كل ما في الوسع لنفع هذا الميت، ومن ذلك تطويل الدعاء، تطويل الدعاء ما أمكن وما لم يشق، الإنسان يطول في الدعاء للميت ما لم يشق وما لم يعني يكون في ذلك مشقة على الناس. إذن فالحديث فيه استحباب الدعاء للميت بإخلاص، وفيه الإكثار من الدعاء ما استطاع الإنسان، يكثر من الدعاء للميت. والحقيقة أن هذا الدعاء الذي ندعوه للأموات هو لنا كذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب قال الملك ولك مثله، ولك مثله. فعندما ندعو للأموات فإن الملائكة تؤمن وتقول ولك مثله، ولك مثله وعليه، فكأنك تدعو في الحقيقة لنفسك. ثم قال عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة قال اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت هديتها للإسلام وأنت قبضت روحها وأنت أعلم بسرها وعلانيتها وقد جئناك شفعاء له فاغفر له، قال رواه أبو داود. وهذا الحديث إسناده فيه ضعف وقد ضعفه يعني أهل العلم، لكن لا بأس بمثل هذه الكلمات في الدعاء، اللهم أنت ربها يا ربي يعني الجنازة هذه، وأنت خلقتها وأنت هديتها للإسلام وأنت قبضت روحها وأنت أعلم بسرها وعلانيتها وقد جئناك شفعاء لهم فاغفر له، فهو تقدم يعني بين يدي الدعاء. ففي الحديث الاجتهاد في الدعاء لأموات المسلمين، وفيه التوسل كذلك بصفات الله وأسمائه في الدعاء. ثم قال وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين قال فسمعته يقول اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك فقه فتنة القبر وعذاب النار وأنت أمل الوفاء والحمد، اللهم اغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم، قال رواه أبو داود. هذا أيضا من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، قال اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك، وسمى الميت في ذمتك يعني في عهدك، يعني هو على عهدك يا رب، هو مات على الإسلام، وحبل جوارك أي هو في أمانك، وهو الآن أنت الذي تقدر فيه مآله ونهاية أمره، فقه فتنة القبر وعذاب النار يعني قه هذه الأمور، وأنت
وأنت أمل الوفاء والحمد، أو أمل الوفاء والحمد، يعني هي لعلها والله أعلم، وأنت أهل الوفاء والحمد. هل هي في خطأ في النسخ أو الطباعة؟ والله أعلم، يعني لم أراجعها إلا الآن، يعني ألتفت إليها إلا الآن. وأنت أهل الوفاء والحمد، أي أن الله تعالى هو أهل التقوى وأهل المغفرة وأهل الوفاء وأهل الحمد، يعني عبده الذي عاش على الإسلام جاء وقت أن يوفيه الله عز وجل أجره وعمله، فأهل الله، فالله أهل لذلك. واللهم اغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. إذن كل هذه أدعية واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أيضا فيه فائدة، غير مسألة الدعاء للميت به، فيه فائدة وهي أن الإنسان ينسب في الدنيا وفي الآخرة إلى أبيه وليس إلى أمه، كما يعني ظن بعض من لا يعني يأتي بدليل على ذلك، أن بعض الناس يقوم يقول فلان ابن فلانة، من أين أتى بذلك؟ وبعضهم يتأول ويقول لأنه الأب قد يعني يكون فيه خطأ، أما الأم فلا. وهذا أيضا لا يشفع لمثل هذا، هذا في الدنيا قد يخطئ الناس، أما في الآخرة فإن الله عز وجل يعلم ويعلم ملائكته، ولذلك ينادى على الإنسان باسم أبيه، وفي الدنيا كذلك ينادى عليه باسم أبيه، يا فلان ابن فلان. أين؟ ثم قال: وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أنه كبر على جنازة، أنه كبر على جنازة ابنة له 4 تكبيرات، فقام بعد الرابعة كقدر ما بين التكبيرتين يستغفر لها ويدعو، يعني إثبات الدعاء في الرابع ما بعد الرابعة، وإن كان الحديث ضعيف يعني. قال: ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا. وفي رواية قال: كبر 4، فمكث ساعة حتى ظننت أنه سيكبر 5، يعني من طول ما دعا بعد الرابعة يعني. ثم سلم عن يمينه وعن شماله، فلما انصرف قلنا له: ما هذا؟ فقال: إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، أو هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: رواه الحاكم، وقال: حديث صحيح، لكن ضعفه كثير من أهل العلم. فهذا الحديث فيه مشروعية الدعاء بعد التكبيرة الأخيرة، بعد التكبيرة الأخيرة الرابعة من الإنسان يدعو. وأيضا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على الاتباع والالتزام ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفائدة يعني عامة في أنه قد ورد في صلاة الجنازة يعني صيغ مختلفة، أشهرها التكبير 4، يكبر الأولى ثم يقرأ الفاتحة، يكبر الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، يكبر الثالثة يدعو للميت، يكبر الرابعة يدعو للميت ولغيره من المسلمين. ورد في بعض الصيغ التكبيرات للجنازة يعني 5 تكبيرات، ورد صيغة 7 تكبيرات. طيب يعني هذه التكبيرات يشرع فيها الدعاء ويشرع فيها عدم الدعاء، يعني بعد الرابعة يقول الله أكبر 5، الله أكبر، الله أكبر، هذه 7 تكبيرات مثلا، أو هيكبر 5 نفس على نفس النحو، له أن يدعو وله أن يترك. فهذا ما ورد في ما يقرأ في صلاة الجنازة. نسأل الله تعالى أن يحسن خاتمتنا وإياكم في الأمور كلها، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.